سبع من سنين. والله ما بعرف شو اطلعت بالجامعة بعد ما خلصت، انه على اساس ابواب الدنيا بدأت تنفتح بوجهي، بس ما فتح بوجهي يا رب. ثم بعد ما خلصت تأملت انه اتوظف، تأملت الخاصة بالبنوك، معي تجارة. لا توظفنا ولا شيء، عندي فاتحة البنوك من عام وبلشت تشد، بلشت ما ادري شكلها من عام. انا ضايج، هي ضايجة، كلنا ضايجين، ما شغلتي عاد سلية ما في اسمك كل مالك. ليش ما هيك مالك؟ شرب سكر راح وجاي، بس اخر دفع نحنا زوات الدخل المحدود ما فينا نتابع هيك، فلسنا احنا الضاجرات. سألني هالسؤال، هذا السؤال بتسأله لبني آدم كامل، والله نص بني آدم من ورا نظرات العالم خلتني أحس إني نص بني آدم، بشفقتها بنظراتها بتلاقيهم عم يركضوا علي ليساعدوني. ما بعرف الزمن هيك وصلني لهالدرجة. أنا هدفي بهالحياة إني فيق الصبح ولاقي ذواتي جنبي وما نطع منه، ما عندي شي غير دواء للمفاصل ودواء لوجع الظهر ودواء للاعصاب والحباشه تبعيته. بس شفقه او يا حرام او يا ويله ما عاد في يمشي وشو صار فيه. لا انا بقعد بالبيت احسن لي، لانه حسيت حالي انه العادي بالبيت احسن لي. وشو بدي اقول لك، ما بعرف كيف بدي اعبر لك عنه، انه نفسيتي صارت معاقه اكثر من جسدي. انا من بين 16 جندي والله عايش، يعني عايش بالصدفة بربك في هيك حظ. كتير مبسوطة، بس يعني أحيانا فيك شغلات ضايقة تزعجك تحرم تمقلك، يعني هيك تشاكر منه يعني وين ما بدك تروح، شو ما بدك تعمل، شو ما بدك تشتري لبس وسيارة وموبايل، يعني بعتقد كل بتتمنى تعيش عيشته سطحية ومايعة كتير. بس ما عارف ليش الشباب حايمين حواليها مثل الدبان، مع إنه ما نحلو أبدا، ما نحلو تحاول تعمل حالك أحلى منهم كتير. ليش هيك؟ بس معجبين أكتر. أما أنا إذا بدي روح شي محل بدي أقول للماما اللي بدها تقرفني لعند البابا، اللي بدي يقرفني لعند خيي، هون المصيبة إني روح لعند خيي ما بيقعد معي غير وقت بتجي وحدة من رفقاتي، وقتها بتلاقي الحنية والأكابرية والذوق شرشرة منه شرشرة. وأما أنا لما بكون يعني ما بيسألني شو بدي شو ناقصني، متضايقة ومبسوطة، جاي عبالي حب اطلع تعيش حياتي، ما هي حياتي والايام اللي عم اقضيها من حياتي انا من حياة حدا تاني. ابشع شيء وقت بوصل لمرحلة ما عاد بشعر أي شيء، لسه تعيش مفقد الإحساس بعمل أي شيء، لا بأكل لا بشرب لا براحة لا بجي
يعني كله نفس الشيء، كله بلا طعم. جد يعني ما في محل ما رحت عليه، ما في مطعم ما أكلت فيه، ما في بلد ما سافرت عليه، يعني ما في شيء ما عملته يعني. فشو لو عملت؟ يعني المختصر أي شيء له سعر، يا جبته يا أكيد فيني جبته. يعني صار اليوم عندي مثل بكرة، مثل امبارح، مثل بعد بكرة، بعد أسبوع، مثل بعد شهر. يعني ما بقى في عندي هذا، ما بقى في شيء عم بحلم فيه. يعني صرت وقت بنام اشتهي إني أحلم، كل شيء بدي إياه حصلت له، حصلت عليه، وصلت له ببساطة. يعني حصلت له فترة قصيرة عاطفة. لك ما في مصدر للعاطفة أصلا. أسمر، أشعر، لك الحنطي، طويل، أصيل، كله حصلت عليه. إنك أنا فقدت الإحساس بالأحمرية، إني ما عندي أي مشاعر تجاه لأمي، لبي، لأخواتي، لستي، لجدي، دعمهم، ما عندي أي مشاعر تجاه. أنا كنت بعيدات الأموال، بس يمكن أحسن حل لحياتي إني موت. أنا أجمل من إني موت. جبان يعني؟ إيه. ناطر من تنب على احتياط بركي بغير جو او يمكن بغير دنيا، ما حدا بيعرف اصلا مفارة ماشي عالفيس. بس انا ما بحط اسم الحقيقة، يعني بدل ياسمين حاطة زهرة الياسمين. ما بيهمني لوين ممكن نوصل او قدي العلاقة جدية او لا. بعتقد انه اي حدا بيطلب حدا من اهلي موافق عليه، مو مش عن شي بس حب المغامرة ما أكتر. شي ما جربته الموت. لك لا تطلع فيها تطلعات هاي، يعني ما حدا بيمون علي يقول لي أو يمنعني عن إني أعمل اللي بيطلع براسي. يعني لا دين، لا عيلة، لا أخلاق، حتى رفقاتي، يعني ما عندي خطوط حمر بحياتي. اللي بيطلع براسي بعمله وانتهى، نقطة انتهى. لا تخلي الزمن يغير فيك، خطوط التكوين البريئة ينسيك الطفل اللي بيعطيك شكلك من أول دقيقة. لا تغير لون خدودك الأحمر، لا تتغير، لا تكبر، لا تغير غنياتك الحرة، لا تغير صوتك بكرة، لا تتغير، لا تكبر، لا تخلي الأيام نجوما يكون الصرخة طول الضحك والصورة.